بس الفل والهنا والرضا والسعادة والسرور والبرد، عشان أنا متلج والدنيا عندنا بتشتي. لايف كده ندردش فيه مع بعض، نتدفى زي ما احنا كاتبين يعني في العنوان، ونرد على أسئلة أصدقائنا وندردش مع بعض شوية. برحب بكم سريعا كده ودينا بنتجمع اهو. وما حبيتش ان انا اختار يعني عنوان محدد، خليت العملية مفتوحة كده عشان نتشعب في المواضيع. المواضيع اما بتتخصخص وبتزيد في الخصخصة ما بتبقاش كويسة، نقعد نخصخص نخصخص، بينحصر الموضوع في النهاية على حاجة صغيرة. فنفتح المجال لأصدقائنا اللي أكيد من غير أي سؤال بردانين زي دلوقتي، ونبدأ بقى إن احنا نجاوب على أي حد عنده استفسار، حد بعت لي إيه وبيقول عليا رخم لأني ما ردتش عليه وطولت أنا غصب عني طبعا، إيه حد بعت لي وعمل بلوك، حد بعت لي ولغى الرسالة لما لقاني اتأخرت. في ناس ولا سيما الأبراج النارية ما بتصبرش طبعا. فزي ما تحبوا إن احنا إيه، نخصخص ولا نخلي الموضوع عام؟ اللي بيحب الخصخصة يقول ما عنديش مشكلة. البس حاجة تقيلة مش هتبرد. لا والله أنا تعايشت خلاص، تكيفت يا لولا على يعني أنا تكيفت على البرد خلاص. الواحد في بداية البرد بيبقى بردان، مع النهاية بقى بيحس إن هو تأقلم مش عايزه يخلص. فأنا مستني بقى، هل يوجد توافق؟ يعني سارة بتقول توافق ما بين الحمل وشريف البرج. والله هو هنا أنثى الحمل دائما أنثى عتية، يعني أنثى قوية، أنثى صعب إن حد يسيطر عليها، وإلا ما كناش قلنا عنها الفارسة العنيدة. أصل خلي بالكم أي مسمى للأنثى هو بيدل على شخصية، يعني يوصفني في كلمة أو يوصفني في جملة أو يوصفني في عبارة. فتعالى كده عشان توصف أنثى الحمل هتقول الفارسة العنيدة، زي ما هتيجي على أنثى الجدي هتقول المرأة الحديدية، زي ما تيجي على الميزان تقول العسل. كلمة واحدة بتوصف لك شخصية الأنثى اللي أنت بتتكلم عنها. مساء الأنوار، مين مدحت شلبي اللي معانا ده؟ دودي بتقول مساء الأنوار. زينب، اوصف برج العذراء بكلمة، قلنا قنبلة الذكاء، ده أنا عامل حلقة مخصوص للموضوع ده. هو احنا هنلقى برج الحمل اصلا عشان نرتاح؟ اه والله انا ما فهمتش، بس هقول لك اه والله وخلاص. تحية بكل اهل المغرب. ايه رأيكم في القلم ده؟ بس جاي هدية واول مرة استخدمه، يعني جاي هدية من الكريسماس، واول كنت مستخسر بصراحة ان انا استخدمه، بس يلا من راجل والله عشان ما حدش مخه يروح لبعيد. والله ده واحد صاحبي اللي اداهوني، قال انا كنت جايبه اللي انا مرتبط بيها واحنا متخانقين فاخده، ما رضيتش اكسفه بقى. عايز حضرتك تقول مميزات برج الحوت وعيوبه، رجل ولا انثى؟ والله يا اسراء يعني لو هو انثى حنونة قوي، رومانسية قوي، معطاءة قوي، جميلة قوي، ولكن لو هو رجل بيبقى فيه عيوب زي الهروب من المسؤولية، زي النكد الكتير كده يعني. زين القلم يناسب الجو، حلو أكتر. خلاص يا جماعة القلم ده أنا ممكن أهديه لحد أهو، عشان في حد بيقول عايز أشوف شكله أهو. أه والله راجل، حد إسراء بتقول لي هو والله راجل يا إسراء، إسراء فؤاد والله راجل، راجل وأكبر مني بكم؟ حوالي 15 سنة كمان، يعني عنده 50 سنة ولسه بيحب، بس هو لسه بيكون نفسه في الطريق طويل قدامه. أنا بحبه باشا رجل الحمل بس موبت بلا إن سوء. ما فهمت يا جماعة، في حروف ضايعة بتبوظ الدنيا شوية. أنا ممكن أتكلم عن موضوع ممكن أستشف إن هو بيشغل بال الكثير، بما إن معظم اللي موجودين دلوقتي على اللايف إن ما كانش كلهم يعني بنات.
أو نساء، فممكن أنتوا تقترحوا، وممكن أنا أتكلم أقول مثلا ليه الأنثى مثلا على سبيل المثال الرجل بيرتبط بيها، وبعد كده مش كل الرجال طبعا، بس في شريحة كبيرة من الرجال بتحب إن هي ترتبط بأنثى تانية أو تبتعد عنها. فده كان يعني مجرد اقتراح. ومين اللي بيعبر عن حب؟ والله الأبراج النارية عامة، الرجل أو امرأة ما بتحب بتندلق على عينها وبيبان عليها، فما بتبقاش محتاجة إن هي تعبر ولا تتنيل. يعني أنا مثلا لو حبيت بيبان عليا، فأعمل حويط وأنا مكشوف، أعمل إن أنا يعني الموضوع مش في دماغي والحب فضاح زي ما احنا بنقول. الأبراج المائية والترابية تحديدا هما اللي خبثة شوية في الموضوع ده، الدلوين زي حالتنا كده ما بيستروش. القوس الشعنونة، إسراء عبد الله، القوس الشعنونة شعنونة كده وطعمة وحبوبة وإيجابية، تحس إن هي مهما كبرت طفلة، يعني مهما كبرت في السن تلاقيها طفلة، حركاتها واهتماماتها وأحلامها وطموحاتها تحس إن هي حاجة مين بيقدر يقول عنك رخم. تسلمي لي، ربنا يخليك، أنت رهيب والله، أشكرك. ممكن تعمل هالحلقة بس على اليوتيوب؟ أنهي حلقة؟ أنا عامل عن الموضوع اللي أنا اتكلمت عنه ده على اليوتيوب حلقات، مش حلقة واحدة. برج الحوت أستاذ محمد، كل حكيك صح. أه والله، رجل برج الحوت عيب وإيه؟ بيهرب من المسؤولية، والأنثى إذا حب أوي بيندلق على عينه أوي. أصل أنا هقول لكم على حاجة، هو الأنثى لو حبت أوي وبقت رومانسية ودلوعة كده وعايزاني على طول معاها كأنثى عادي، الإناث يعني دلع والدلع يعني إناث، إنما لما يبقى رجل بتبقى رخمة شوية، مش كده؟ يعني الرجل المايع، سوري في اللفظ، بس مياعة الرجل غير مقبولة، بينما مياعة الست مطلوبة. هو كده؟ مش كده برضو إن أنا بتكلم غلط؟ فعيوب رجل الحوت هنا، مع إنه حنين قوي وتلاقيه كريم قوي ومعطاء قوي، بس ممكن يقولها 500 مرة في اليوم بحبك ومش عايز يقوم من جنبها، عايز يلزق فيها، ده لو حب بجد يعني. طيب انا هتكلم عن عيوب انثى كل برج في الجدي في الحب، عشان ادينا بنتكلم مع بعض اهو، وانا انثى الجدي شغلاني مش عارف ليه. كمني يعني بتكلم عن كنت عايز اعمل حلقة النهاردة عن المرأة الحديدية، وهم بيزعلوا مني دايما، يقولوا انت دايما وصفنا ان احنا ما عندناش مشاعر، هو اقوى القلوب في النساء هي المرأة الحديدية، واصعب قلب يمكن اختراقه هي المرأة الحديدية. طب انا هعمل لكم ايه؟ ما هي دي طباعكم، اغشكم يعني؟ فمثلا لو بدأنا بأنثى برج الجدي، إيه أكتر عيب مثلا على سبيل المثال أنا كرجل أواجهه وأنت كأنثى تخلي بالك منه عشان ما تطلعيش عين اللي هيرتبط بيكي ويزهق منك؟ أنت تعملي إيه؟ أو أنثى مثلا الجدي على سبيل المثال، العند، يا ساتر العند، ولسانك ما شاء الله، يعني الواحد لو عمل غلط كده وهو بيمدح مع نفسه مش واخد باله هيبقى ليلته سودة ما بتعديش. وعدم يا نهار، عدم التنازل، كنت هنسى عدم التنازل، دي مشكلة. لأنك كأنثى يعني أنا مش هقول إن أنت تبقي خاضعة للرجل، ولكن الرجل عايز أنثى طرية شوية في بعض الأحيان. أنثى الجدي بقى يعني إيه، ممكن تتعامل معاه الند بالند، مش عاجبه غور في 60 داهية، وهي اكتر انثى بتعرف تدوس على قلبها، خلي بالكم، مقارنه بالنساء التانية يعني ممكن تحبه قوي بس بتضايق منه في 60 داهية وتكسر قولتين وراه، هي كده. فدي برضو مشكله تخلي بالها منها. طيب الدلويه بقى، الرايقه، انثى برج الدلو، التطنيش، لان انثى برج الدلو حتى لو بتحب حد ممكن تنسى في وقت من الاوقات ان هي مرتبطه، يعني الحياة بتاخد أنثى برج الدلو، الحياة بتلهي أنثى برج الدلو شوية،
وبتحب مساحة لحياتها ممكن على حساب الطرف الآخر، فده يزعجني أنا كرجل. يعني أنا كرجل الحمل أهوت بقى، مثلا بعد الشر يعني ارتبطت بأنثى دلو بعد الشر يعني، فحسيت إن هي مهتمية بنفسها على حسابي، ممكن أزعل منها، ممكن تتوتر العلاقة بينا. طيب الحوتية بقى، أنثى برج الحوت طبعا احنا عارفين كلنا ان هي حساسة قوي، ودي مش حلوة، لان كل صفة لما بتزيد عن حدها ممكن تجيب نتائج عكسية، فيقوم يحصل مثلا موقف بسيط تبدأ هي بناء عليه تكتئب وتنكد عليا وعلى اللي خلفوني. فأنا برضو كرجل حمل دلوقتي لو أنا مرتبط بأنثى حوت ونكدت عليا همسك فيها، همسك في خناقها يعني. انا بكلمكم عن نفسي عشان محدش يزعل، لان انا بحب الحياة عامة، والابراج النارية بتحب الحياة عامة، وانثى برج وعايز ورجال الابراج النارية عايزة اللي يعدي، عايزة اللي يفوت وما يدققش، لذلك بتفشل علاقتهم مع النساء الترابية والنساء المائية، لان دول اكتر نوعيات تدقق قوي. فالحوتية تخلي بالها، وبرضه لما تحب ما تديش كل اللي عندها دفعة واحدة، فيعني يفرغ الإناء زي ما احنا بنقول، أو تفرغ جعبتها. خلينا دايما نقول كده إيه، يعني لسه في جرابك يا ما يحاوي، أو يا ما في جرابك يا حاوي. أنثى برج الحوت ما تقولش معاها كده، ما تحب أوي تدي أوي، دي مشكلة بقى. ولو راجل بقى عنده هس في دماغه ومش مقدر حاجة زي دي ممكن يجي عليها، لأنها بتتحمل. طب ايه المشكلة؟ ما تتحمل خلاص، ما هي بتسام، فاهمين؟ طيب أنثى برج الحمل بقى، أولا أنثى برج الحمل من الإناث المميزة جدا في الشكل وفي الجسد وفي الأسلوب والطريقة. يعني لما أنا اتكلمت عن أنثى برج الحمل في حلقات كتير قبل كده قلت إن هي أنثى بتتمتع بجسد ملفت وبتتمتع بجسد متناسق وبكاريزما أخاذة. مشكلة أنثى برج الحمل أو من مشاكلها إن هي فيها شوية من أنثى برج الجدي كده، صعب تتنازل أو تستسلم، وفي بعض الأحيان الرجل عايز الأنثى اللي مرتبط بيها تتنازل شوية، تبان إن هي ضعيفة شويتين. الحملوية لا تقبل بهذا، الحملوية شايفة نفسها إن هي تفهم زي الرجل وأحسن منه مليون مرة، فدي مشكلة برضو. يعني أنثى برج الحمل كمان، أنثى برج الحمل عندها اندفاع غير محبب شوية، يعني ممكن إن هي طبعا عصبية جدا، وعصبيتها بتقلب يعني من الإناث اللي لو اتعصبت تقلب الترابيزة على الجميع. هي أنثى شجاعة جدا، ودي غلط. يعني ممكن تبقى مرتبطة بحد اتعصبت، طب غرفة ده كل واحد يروح لحاله بقى، الموضوع ما يستاهلش. في حلول وسطى، في طرق نقدر نحل بيها، لكن الحملوية لا، ما عندهاش النفس الطويل للجلوس على طاولة المفاوضات، فدي مشكلة. واخدين بالكم؟ إضافة بقى ولا بلاش، كفاية كده عشان ما تقولوش انت اديت اكتر من حقها. ندخل على الثورية، أنثى برج الثور. أنثى برج الثور وتناقشوا معايا في التعليقات وقولوا كده كلامي صح ولا غلط عن كل أنثى، وكل أنثى تعلن عن نفسها كده. أنثى برج الثور كده بتمشي كده، معلش انا فرحان بالقلم فبستخدمه، يعني بتمشي كده، يعني أنثى برج الثور كده على طول دغري في خط مستقيم. في بعض الأوقات من الحياة، في بعض الأوقات من الحياة محتاجين ليونة شوية ثورية، محتاجين مرونة شوية. كمان من الإناث اللي هي يعني ما شاء الله لسانها بيحدف دبش ما شاء الله، يعني عشان برضو إيه ندي كل حاجة حقها. أنا دايما بحب أكون إيجابي عامة في حلقاتي، وأطلع الأشياء الحلوة اللي في الأبراج.
إنما بقى يعني رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي، اللي يقول لي على عيوبي يبقى ده راجل عايز مصلحتي لأنه عايز نتفاداه. فلسانها ما شاء الله مبرد، يعني بيحدف دبش، ما بتعرفش تزوق الكلام، ما عندهاش صنعة تزويق الكلام، ومطلوب. يعني أنا مش هقول تكذب، بس المجاملة مطلوبة. يعني تبقى انت مثلا مرتبطة بواحد تقولي له والله انت ما فيش راجل زيك، بالنسبة لي ما تعرفش تقول له كده. الثورية تقول له عيوبه، ده انت موكوس ومنيل على عينك ومتدهول، وبصوا لسانها ما شاء الله يعني. فتخلي بالها من الحتة دي، والعين الراس الزلطة هي معنى مستخبي أو معنى مستعار للتعبير عن أنثى برج الثور، راسها زلطة. طبعا أنا بتكلم عن العيوب، فلو دخلنا بقى في المميزات في حاجات تانية حلوة. اللي بعد كده بقى الجوزائية المجنونة، الفرفوشة الدلوعة العسولة، وربنا برضو يجعل كلامنا خفيف عليهم عشان احنا مش قدهم في التعليقات، فانا هحاول ان انا انقي كلام وانا بتكلم. يعني انثى برج الجوزاء يعني دي بقى اللي حرفيا هتجيب لك هسهس في دماغك لو انت اتعاملت معاها، لان هي الصبح شايفة حاجة والظهر شايفة حاجة تانية وبالليل شايفة حاجة تالتة، والغريب ان هي دايما شايفة حاجة محدش شايفها غيرها. فلا تمشي على نمط واحد، مبسوطة لا زعلانة، يلا نخرج لا ماليش نفس، الليلة كويسة لا الليلة بنقلب 60 نيلة. فسرعة تقلب المود، ودي حاجة في شخصيتها صعب عليها تغييرها بس تنتبه ليها. كمان رتم حياتها سريع قوي قوي، يعني رتم حياة أنثى برج الجوزاء سريع قوي ومتقلب بسرعة البرق، ودي مشكلة بقى بتجننك. يعني صديقتنا شازا بتقول بدي والله بتجننا، ونرمين بتقول انا كده انت برج ايه، فهي بتجننك. فعشان تتعامل مع الجوزائية لازم تمشي على الهسهس بتاعها، يعني هي وراك لحد ما تجيب لك هسهس. ما دام انتوا الاتنين بقى عندكم هسهس في دماغكم خلاص كده هتتوافقوا مع بعض. فبرضه الجوزية تخلي بالها من الحتة دي، لأن هي وحتة الرغي، الرغي هي الفكرة في كده بقى. أنثى برج الجوزاء لو اتفتحت في الكلام، بس أنا ما يعني هحترم نفسي ومش هتكلم أكتر من كده. أنا طبعا في مميزات كتير قوي، بس ما فيش حد من دون عيوب بقى. أنا هريكم مميزات وإيجابيات عشان أما أعمل لايف زي ده وأقول العيوب وتزعلوا أنتوا حرين. السرطونة بقى، أنثى برج السرطان، سندريلة نساء الأبراج، وعلى فكرة من الإناث الحنونة جدا والمعطاءة جدا والمميزة جدا كمان في علم الفلك. الشك وفيها شوية من أنثى برج الحوت، بتكبر القصص قوي والمواضيع قوي زيادة عن اللزوم، ودي مشكلة. درجة طلبها للاهتمام عليها قوي اوفر بقى. يعني انثى برج السرطان عايزه من اللي مرتبطه بيه اهتمام واهتمام واهتمام باستمرار، والحياه فيها متطلبات تانية. خلي بالك يا سندريلا من الحاجات دي، فيها شغل، فيها اهل، فيها طموحات، فيها اصحاب، فيها خروجات. لا انثى برج السرطان بتغير من الحاجات دي، عايزة تبقى هي المحور الأول والأخير في حياة المرتبطة بيه، ودي مشكلة. البسكوتة، هي بسكوتة وسندريلا الاتنين مع بعض بصراحة يعني. طيب زعيمة العصابة بقى، ويا رب ما يكون في حد على اللايف دلوقتي، برج أسد، عشان أنا ناوي أخبط. يعني أنا هتكلم دلوقتي عن برج الأسد وهخبط، فأتمنى من كل قلبي
ما يكونش في حد موجود دلوقتي وانسى برج اسد. عارفين اللي هو حاسس بنفسه ويا ارض تهدم عليك قد ايه؟ عارفين انتوا الشخصية دي يا ارض دي بتدي بالشبشب على طول، اقسم بالله اكتر انثى في الاناث كلها بتدي بالشبشب، ولسانها برضو ما شاء الله يعني، بس ايه هي بتعرف تزوع الكلام بس لما يبقى على مزاجها الشخص اللي قدامها. يعني انت عاجبني هتظبطك، انت مش نازل لي من زور بالشبشب، هو كده. فعشان كده برضو انا عايز احترم نفسي وانا بتكلم عنها وما خبطش اكتر من كده، وما شاء الله ده الاسديات طلعوا كتير. ف حب الانا او الاحساس بالانا، الزهو عالي جدا، حب النفس عالي جدا، ان هي ما بتغلطش ده معتقد اساسي بتعتقده راسخ في دماغها وفي حياتها، ولا تعتذر لاحد الا لما في اضيق الاحوال بقى. يعني انثى برج الاسد اذا فكرت تعتذر يلا بقى، ما تعملش ليلة بقى، الموضوع ما يستاهلش غرفة داهية بقى، بقى خلاص خلاص بقى، انت هتعمل لي فيها كده يعني النهار بقى، ما تبقى يعني خلاص سوري، حلوة كلمة سوري، انما انا اسفة وكده وحقك على ده. لو عملت كده يبقى معناه ان انت هيرو، ان انت فندام، ان انت حد يعني خلاص. طيب قنبلة الذكاء بقى، أنثى برج العذراء، يعني الانتقاد والبحث عن المثالية. ليه بقى؟ ما هو ده، ما هو أصل فيه يعني فيه كده إيه، في أبراج مش مريحة نفسها، زي ما أنا كده ما أناش مريح نفسي بالقلم اللي أنا ماسكه ده، مش عارف ليه. ففي أبراج كده ما بتريحش نفسها، اللي هي عايزة كل حاجة بيرفكت ومش عايزة غلطة، ويعني ما ينفعش ان احنا يعني مثلا الحياة فيها ما تدقش، مش تلاقي بعض الشخصيات كده على رأسها مثلا الأبراج الهوائية برج الدلو يقول لك ما تدقش. طيب برج الدلو ده حظه بقى لو وقع مع برج عذراء ومشى بمبدأ ما تدقش هيندق فوق دماغه، لأن العذراء يعني في مثل يقول لك في حاجات لازم ندق فيها، العذراء بيدق في كل حاجة، أنثى برج العذراء لازم تدق في كل حاجة ومفيش فيمتو ثانية تعدى عليها غير لما تدلي بدلوها فيها، لازم، مفيش حاجة اسمها معرفش، مفيش حاجة اسمها ما اقدرش اتكلم، مفيش حاجة اسمها كلها لا انت غلطت. يعني كمان من مساوئ العذراوية ان هي ممكن تنسى الحلو او الكويس اللي اتعمل في الحاجة وتمسك في الغلطة الوحيدة. يعني أنا مثلا أنا بتكلم أهوت، وحتى هتلاحظوا في التعليقات، فأنا مثلا لو بتكلم الحلقة عن برج العذراء وقلت كلام حلو أوي وفي النص كده قلت كلمة مش مهضومة، تلاقيهم مسكوا في الكلمة دي ونسيوا الحلقة كلها. إزاي تقول كده؟ ما هي الدواعي التي يعني جعلتك تقول مثل هذا؟ وانا فاشل في اللغة العربية عشان ما حدش بس يعلق عليا، بس بحب اتكلم بيها كده، فتلاقي في محاكمة منصوبة. يعني العسل بقى، انثى برج الميزان الهوائي، التردد بتاع انثى برج الميزان، يعني مثلا انثى برج الميزان تدخل محل عايزة تشتري فستان تلاقيها مدوخة الراجل على ما تختار، والاحمر كويس والفوشيا لطيف والاسود لذيذ، طب يا حاجة هتشتري ايه يا ستي؟ هو كده يعني، ده انا بدي مثال. فتردد واضح في شخصية انثى برج الميزان، اللي هي ممكن انا عملت موقف فزعلها فتقول لي خلاص صالحتك، تيجي بعد ساعتين او تاني يوم تقول لي بقول لك انا لسه زعلانة منك، لا يا دي النيلة. طب وبعدين؟ فالتردد بتاعها بيحتاج بقى مني أنا كرجل وقت عشان أتأقلم على طباع الأنثى اللي هي اللذيذة دي.
بقى من العقربة، فارسة أحلام معظم الشباب اللي داخلين على العقرب، أمي مينا أو حاجة زي كده. أنثى برج العقرب إضافة إلى الشك المزعج، وأنا عملت حلقة امبارح أو أول مش فاكر على اليوتيوب والفيسبوك وقلت أكتر الأبراج وطلع العقرب مركز أول رجل أو امرأة، فبرضه من الأبراج اللي مش مريحة نفسها كأنثى برج عقرب، شكاكة أوي أوي وصعب إن أنت تنال ثقتها وتديك الأمان وبتلف وتدور، وذكاء مزعج وفهم مزعج. وأنا لو مع أنثى، يعني أنا دلوقتي حظي مثلا الحلو، لازم أقول الحلو هنا بقى، إن أنا ارتبطت بأنثى أو اتجوزت أنثى عقرب، فكرجل بقى بيبقى الواحد يعني في حاجات هايفة كده، بيبقى يعني في حاجات لازم يعملها مش عايز يقولها، فتيجي تحور تلاقيها فأساك، يعني تيجي انت تلف وتدور على مين، مبروم على مبروم ما يرلش ما يمشيش، تلاقيها فهماك من نظرة عينك من حركاتك من نبرة صوتك، فتحس انها محجماك قوي، اضافة اللي عندها حب امتلاك كبير قوي، ومش كلنا بيعرف ان هو يتعامل مع الشخصية اللي عندها حب امتلاك. القوسية بقى التسرع بتاعها، التسرع في الحياة بشكل عام، وليس بس احنا بنتكلم عن الجانب العاطفي ورغيها، ما شاء الله ممكن تفتح محطة إذاعة لوحدها. إذا اتكلمنا على القوسية، إذا حبت حد وتعلقت بحد ويعني بدأت إن هي تتكلم، ما شاء الله فرفوشة جدا، يا قوسية فرفوشة جدا، ولكن وكمان فيها حتة إن صوتها عالي. أنثى برج القوس صوتها عالي، الشعنونة، فتحس نبرة الصوت دي عندها وصوت ضحكتها عالي، كمعظم الإناث يعني، لكل قاعدة استثناءات، معظم الإناث بتوع أنثى برج القوس، ومندفعة في مشاعرها ومندفعة في وجهات نظرها وفي قراراتها، وعايزة ومستعجلة على كل حاجة وعايزة توصل لكل حاجة بسرعة، وعايزة ان انت تقول اللي جواك بسرعة، وتتهم معظم المحيطين ان هم باردين، يعني ممكن تتهمني ان انا بارد دلوقتي عادي، حتى لو ما كتبتش بينها وبين نفسها، لانها مستعجلة عايزة اللي يتكلم يتكلم بسرعة وكأن حد بيجري وراه، واللي بيرتبط يا عم اخلص، بتحبه قول، ما بتحبش قول، وملهاش صبر بقى الحتة اللي هي تجاملك، او ان هي برضو فيها شوية من انثى برج الطور، فتلاقي ما شاء الله برضو لسانها بيحدف انابل في وشك، القوسية يعني مش بتاعت لف ودوران، برضو دايركت، بس دايركت زيادة عن اللزوم، بس انا بحبها عامة يعني، طريقتها حتى في الكلام لو شات دمها زي العسل، تحس ان هي عسولة كده والله بجد، أصل الدلع في البنات ده والطعامة في البنات ده حاجة يعني من أجمل الحاجات اللي ربنا خلقها لنا. نخش بقى على كده الجدي، المرأة الحديدية، أنثى برج الجدي. أنا قلت أنثى برج الجدي ولا لسه؟ أنا قلت أنا هبدأ من الأول ولا إيه؟ أنا افتكرت إن أنا بادئ من الحمل. كده خدنا على السريع كده دردشة عن يعني أصعب حاجة في التعامل مع كل أنثى لو أنت بالذات مرتبط بيها. فإيه رأيكم في الحلقة دي؟ إيه رأيكم في اللي أنا قلته؟ تديله كام في المية؟ 100%، 90، 80، 50، بس محدش يسقطني يعني، أقل حاجة يبقى 50، تمام؟ فأنا مستني أعرف آرائكم ونصيحة بقى كل أنثى، مش عيب، بصوا دايما الإنسان اللي يعني دايما الإنسان اللي عارف عيوبه وبيسعى لتعديلها هو الناجح والمميز،
والفاشل اللي مش معترف ان هو عنده عيوب بجد. اصل في واحد تقعد معاه مثلا يقول لك انت كلك مميزات، فده بيغشك. انما لما حد يقول لك والله انت جميل وكويس بس عندك والله واحد اتنين تلاتة، لا احنا عايزين غزلان، بتقول بلاش تسألني انا، لا ده لازم اهو. شفتوا اللف والدوران؟ اصل غزلان دي من اقدم الناس على الانستجرام واليوتيوب، وانا عارفها يا برج عقرب. شوفوا حتى يعني كل الناس بسلامة نية طيبين اهو، كل الابراج كتبوا الا هي لازم لف ودوران. سبحانك يا رب. شفت انا بقول ايه؟ هي تقول لك ايه بلاش انا، طبيعة لن تتغير. الناس كلها ادتني ارقام حلوة والله. فحاجة جميلة ان الانسان يشتغل على عيوبه ويسعى دائما لتطوير نفسه، هيوصل في يوم من الايام ان هو يشوف نفسه في عيون الاخرين زي ما هو عايز. في واحد مديني صفر، مغربي مديني صفر، يعني الراجل الوحيد اللي في البس اداني صفر. سبحان الله، الراجل الوحيد اللي معانا في البث، يا راجل طب اديني 50 حتى صفر، ولولا مداني 55 ومغربي رجع 90. ظلمتك ظلمت، هو كان كاتب 90 والصفر هو اللي طلع وقال يعني التسعة هي اللي ما اتكتبتش، فرجع كتب 90، هعديها ماشي. بما انك ما سمعتش حاجة وداخلة متأخر 40%، هبة بتقول لي طب 50 هتخسري حاجة. عامة انا سعيد جدا باللايف معاكم، وبحب دايما ان انا اعمل لايف، بس شجعونا احنا ما بنزيدش في الانستجرام ده يعني. يعني بقالنا سنتين ومش عارف ما بنزيدش ليه، فاحنا عايزين يعني اللي ليه صاحب، اللي ليه قريب، اللي ليه اخ، اللي ليه كده يخليه ان هو يشترك معانا، لان بتبقى يعني ايه لما يبقى معاك حد على البث انت عارفه بتبقى السهره دسمه. وصدقوني اوعدكم الانستجرام هو اكتر حاجه ممكن نعمل عليها لايفات، كل ما العدد يزيد كل ما نعمل لايفات اكتر ونتكلم في كل المواضيع اللي بتهمكم، واكيد هنهتم بيك. فساعدونا في الحته دي، احنا داخلين على 4000 مشترك تمام تقريبا على الانستجرام، لو كل واحد بس قال لحد هنزيد الضعف. فاتمنى ان انتوا تخلي بالكم من الحتة دي، وصدقوني وعد مني ممكن نعمل لايفات ثلاث او ممكن يوميا لو لقينا ان في عدد والموضوع يستحق. صدقوني مش بكذب عليكم والله، بتكلم بصراحة، ممكن نعمل يوميا على، لان اللايف على اليوتيوب عندي انا في مشكلة، وعلى الفيسبوك ما بيبقاش لطيف زي الانستجرام، لان اليوتيوب والفيسبوك يعني تحكماتهم ياما وحاجات ياما وطلبات ياما عشان نعمل لايف. بس الانستجرام اللايف بتاعه لذيذ. فاتمنى يعني نقفل، واللي يعمل بقى شير محدش يضحك عليا يبعت لي، اللي يعمل شير على حد يقول لي عملت الكذا ويبعت لي، وانا ارد عليه بنفسي. وانا سعيد جدا. في صديقة بتقول اسمها هيام، بتقول مش بيصدقوا في الأبراج. طيب وهي الناس أجمعت على حاجة يا هيام؟ يعني بالعقل إذا كان ربنا سبحانه وتعالى، في ناس تقول لك استغفر مفيش ربنا، في ناس ملحدين صح؟ أنا بس عايزين نكون منطقيين، يعني في ناس تقول لك أنا ملحد مفيش ربنا، وفي ناس تؤمن بالمسيحية، وفي ناس باليهودية، وفي ناس بالإسلام مثلا، وفي ناس تحب ممثل معين، وفي ناس تعتقد في، اللي أنا عايز أقوله هتلاقي زي ما في ناس تقول لك الأبراج خرافة، زي ما في ناس بتقول لك الأبراج علم وفي نصايح وفي إفادة ومتعة. وده مش بس في علم الفلك يعني، ده في كل حاجة تقريبا، في كل حاجة تقريبا إحنا عرفناها، ناس بتصدق وناس بتكذب وناس بتبقى بين البنين، يعني واقفة في النص كده، لا عارفة تمشي كده ولا كده. فطبيعي هسيب، في حد بيقول أنا عايز أتعشى، حد تقريبا جعان، عشى إيه دلوقتي ما أناش عارف. سعيد جدا بيكم، وكان لايف خفيف وظريف وجميل، وعد تاني زي ما قلت لكم إذا العدد زاد إن شاء الله هيكون التفاعل
اكثر واكثر يكون في تشجيع يعني بصراحة. يلا بقى تصبحوا على خير.